ونتحول مشاهدينا الكرام إلى بريطانيا، والتي بدأت في استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد. كانت وزارة الصحة البريطانية قد أوصت بشراء 100 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد، ستكون 520 ألف منها متوفرة اليوم. فيما قال وزير الصحة مات هانكوك إن اللقاح يشكل تحولا في محاولة القضاء على فيروس كورونا، ومعبرا عن أمله أن تكون نهاية الجائحة قد باتت قريبة. ومن لندن ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ الباثولوجي. دكتور ضياء، بعد التحية، يعني عندما نتحدث عن أن بريطانيا بدأت بالفعل في استخدام اللقاح، إذن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف هي الأمور وكيف هي الأحوال وكيف يتم إقبال المواطن على تلقي اللقاح؟ نعم، صباح الخير أستاذ دعاء، وشكرا للاستضافة، وصباح الخير مشاهدينك الكرام. بريطانيا فعلا تعقدت على ثلاث لقاحات مهمين جدا. كان اولها لقاح اوكسفورد استرازينيكا ب 100 مليون جرعه، ولقاح موديرنا فايزر لقاح فايزر بايونتك ب 40 مليون جرعه، وبالفامبا ب 30 مليون جرعه. طبعا كان الهدف هو التاكد من التخلص من هذه الازمه اللي هي اطاحت بالاقتصاد البريطاني واثرت في اللوك داون. وللاسف الان طبعا ظهرت طفره جديده في بريطانيا كما تعلمون، اثرت على الجنوب الشرقي لبريطانيا، ودلوقتي معظم ارجاء بريطانيا. فالاعداد بتزيد جدا، والمستشفيات تحت هبه استعداد وامرجنسي، وفي تكدس في حالات للاسف دخول المستشفيات. فبدات في الفعل كان هديه زي بمثابه هديه عيد الميلاد، اللي هي ترخيص لقاح استرازينيكا، اللي هو اللقاح الاسهل في التعامل، لان احنا عارفين ازاي نتعامل معاه. لقاح معتاد لدينا، هو عباره عن فيروس حامل ضعيف اللي هو الادينو فيروس، في داخله جزء من الجين بتاع السارس كوف 2 اللي هو الكوفيد 19 فيروس، اللي بيطبع سبايك بروتين، البروتين المتوئي الشوكي على سطح الفيروس. طبعا ده مهم جدا، لان البروتين ده هو اللي بيفتح الخلايا ويدخل الفيروس جوه الخلايا اللي يعديها. فطبعا ده يهم الجسم ايجاد مناعه، فيوجد مناعه مثلا. واتضح في التجارب السريريه ان هذا اللقاح هو فعلا فعال بجرعه اولى نسبه 60%، وجرعه ثانيه تزيد عن 90%. طبعا اللقاح ده من مهامه ايضا او من خصائصه ان هو رخيص الثمن بحوالي 3 جنيه استرليني بالمقارنه بلقاح فايزر اللي هو ب 30 جنيه استرليني. اللقاح سهل التعامل معاه، ممكن يخزن في الثلاجة عادية لمدة 6 أشهر. الجرعة الأولى تؤخذ، ثم الجرعة الثانية في خلال 3 إلى 12 أسبوع. يعني في نافذة كبيرة في ممكن التعامل معاه مع أكثر عدد من المواطنين. الحكومة الإنجليزية الآن هي طبعا تستهدف تطعيم عدد أكبر من المواطنين بأقصى ما يمكن لإيجاد مناعة في حوالي 60% من المجتمع حتى بأخذ الجرعه الاولى. في جدل كبير قوي بين في بريطانيا بين السياسيين والاطباء والعلماء، هل يعطوا جرعه واحده بس لعدد اكبر من الناس، ولا يعطوا جرعتين لكل الناس حتى فالسياسيين يعني تبقى نسبه الوقايه بالنسبه للمجتمع البريطاني 60% ام 90%؟ بالضبط، هو المشكله طبعا في الوقت، احنا بنصارع في الوقت، عاوزين نسيطر على الازمه دي اقصى ما يمكن في اسرع ما يمكن. السياسيين عاوزين يدوا جرعه واحده لاقصى عدد من الناس عشان يعملوا 60% مناعه، والاطباء قالوا لا ما ينفعش، عشان التجارب السريريه اثبتت ان هو دوت لازم ياخد جرعتين عشان يبقى فعال بنسبه اكثر من 90%. ده ببساطه. بس اللقاح طبعا هو لقاح سهل متداول معروف لغايه دلوقتي، الطفرات اللي حدثت في الفيروس بيأثر فيها. عذرا على المقاطعه دكتور ضياء، لكن حضرتك كررت اكثر من مره ان هذا اللقاح هو سهل ومعروف ومتداول. نعم.
يعني نعم. سهل ومعروف ومتداول، ونحن نتحدث أصلا عن فيروس مستجد. عفوا، هو مش متداول، هو طبعا حصل له ترخيص الأسبوع الماضي، هو مش متداول، ولكن سهل ومعروف إزاي؟ لأن في كذا لقاح شبيه به تعاملنا معه، يعني تعاملنا مع فيروسات الانفلونزا بكذا نوع من هذا اللقاح. في على بس أوضح إزاي اللقاحات لغاية دلوقتي بتاعت كوفيد 19 أو كورونا بتشتغل. الفكرة الأولى اللي هو لقاح مستضعف أو ميت بيخش جوه الجسم يوهم الجسم المناعة، زي لقاح مثلا ساينوفارم اللي هو اللقاح الصيني اللي مصر خدت حصة منه. في الجزء الثاني من اللقاحات زي أسترازينيكا أو لقاح سبوتنيك في اللي هو الروسي، ده عبارة عن فيروس حامل وفيهم جزء من فيروس كورونا اللي هو السبايك بروتين اللي هو بيطبع السبايك ويهم الجسم وجود مناعة. النوعين دول احنا عارفين نتعامل معاهم لان تعاملنا معاهم قبل كده في لقاحات مختلفة غير من غير كورونا. النوع الثالث طبعا هو فايزر وموديرنا، ده عبارة عن مسنجر ار ان اي، ده تكنولوجيا جديدة في عالم اللقاحات. انا طبعا احنا عاوز انوه بس ان موضوع لقاح كورونا ما جاش في سنة واحدة. لو نتذكر في سنة 2003 2004 كان في سارس اللي هو كان جنرال انستيتيوت اللي هو عمل اللقاح بتاع استرازينيكا واوكسفورد كان بيشتغل على ايجاد لقاح للسارس كوف 1 اللي هو من 2003 2004. يعني الشغل بدا من زمان قوي، بس طبعا سرعوا الشغل لما لكن سارس لم يكن منتشرا بهذه الحده على الاطلاق، يعني ربما بالزبط. يعني الكثير قد سمع عنه في هذه السنوات لكن بالزبط. لم نجد حولنا مصابين به. نعم، ما كانش منتشر لانه حصل له طفره جينيه صعبه قضت عليه. يعني اللي هو سارس كوف 1 حظنا كان كويس، حصل فيه طفره كبيره فقضت على الفيروس، والفيروسات ديت اللي هي الار ان اي فيروس كل ما يحصل فيها طفرات ممكن تستضعف ممكن تنتهي. نامل ذلك طبعا. ولكن للاسف سارس كوف 2 اللي هو كورونا فيروس حصل فيه طفره وبقى اكثر انتشارا، وخاصة الآن هو بينتشر بين الشباب وصغار السن بنفس المعدل مع كبار السن. ولكن طبعا صغار السن هم عشان عندهم المناعة كويسة أو تطوير المناعة سريع فما بيحصلهمش نفس المضاعفات اللي بتحصل لكبار السن. نعم، لكن الغريب أيضا يعني دكتور ضياء، وربما هذا هو سؤال متكرر، أن نجد أن بعض نعم. كبار السن ربما هم الذين يستطيعون أن ينجوا في بعض الأوقات من فيروس كورونا، ونجد أن صغار السن الذين لم يكن يعطوا بالا لهذا الأمر هم الذين يصابوا بمضاعفات أكبر، يعني وهذه تحدث كثيرا. هل ربما هناك أمراض تكون خافية أو جينات معينة تكون قادرة على زيادة الإصابة بالمرض أو زيادة خطورة المرض عندما يصاب به الإنسان؟ بالضبط، هو فعلا في بعض، يعني هو لو عممنا هنجد كبار السن للاسف اكثر تاثيرا بمرض كورونا، واللي هم بيتفاقم عندهم المرض بحده وبيخشوا بيستدعي ذلك يدخلهم المستشفيات. وصغار السن لحد ما بيخفوا بسرعه. ولكن زي ما حضرتك ذكرتي ان فعلا في بعض الاشخاص بتكوينهم الجيني المختلف يكون تاثير الفيروس عليهم صعب جدا وممكن يكون للاسف فيتال. فدي احنا لقيناها في بعض الاشخاص، ولغايه دلوقتي محل الدراسه مش عارفينها بالظبط بكل امانه، ولكن هي محل الدراسه ان فيروس كورونا دوت فيروس طبعا جديد علينا وكل يوم نكتشف فيه جزء او حاجه جديده. تاثيره على الاشخاص يعتمد على التكوين الجيني لخلايا الاشخاص اللي هم اتعادوا بالفيروس. فعشان كده في بعض الاشخاص بيحصل فيهم، لان الموضوع كله هو عباره عن حرب بين الجيش المناعي للانسان والفيروس. الحرب ديت تنتج عن طريق نوعين من الخلايا المهمين جدا اللي هم البي لينفوسايتس والتي لينفوسايتس. البي لينفوسايتس دول عباره عن خلايا قناصه بتصنع زي او ضباط قناصه بتصنع اجسام مضاده عن طريق الجهاز الاستخباري بتاعها. جسم مضاد خاص بالفيروس نفسه بتعده عن طريق الاستخبارات اللي هو المونوسايتس عشان تعمل الاجسام المضاده. التي لينفوسايتس دي عباره عن خلايا ثانيه اللي هي زي خلايا مثلا زي ضباط كبار بتوع صاعقه بياكلوا الخلايا وبيعملوا مناعه خلويه وبيحسوا البي لينفوسايتس عشان يعملوا برضو اجسام مضاده، فهم يعني خلايا قويه جدا. النوعين من الخلايا دي بتكون نشطه جدا في السن المبكر وبتحتاج حاجه اسمها دي ان اي ريكومبينيشن او تركيبات جينيه. دي بتحصل اكتر في السن الصغير، لان السن الصغير
انقسام الخلايا وتكوين الخلايا بيكون بطريقه سريعه جدا عن سن المرضى الناس اللي هم الكبار. نعم، ردود فعل المواطنين في بريطانيا تجاه يعني أخذ اللقاح كيف هي؟ هناك بالنسبة للمواطنين العاديين أيا كانت البلد التي نتحدث عنها، هناك البعض يقول لا أستطيع أن أجرب لقاح هو جديد لم يجربه غيري، لن أكون أنا من أوائل من تلقى هذا اللقاح، وهناك من يسارع لأخذ اللقاح نظرا لسرعة تفشي هذا الوباء. نعم طبعا هي ردود متفاوته زي ما حضرتك ذكرتي. طبعا احنا عندنا الدليل او الدليل البرهاني ان هو اللقاح ده امن، او اللقاحين الموجودين في بريطانيا الان هو لقاح فايزر ولقاح استرازينيكا. اللقاحين دول اثبتت التجارب السريريه ان هم امنين تماما. اللقاحين مؤثرين وبيعملوا فعاليه حلوه من حوالي 70 90% او 95% في بعض الحالات. اللقاحين عارفين الجرعه بتاعتهم. طبعا الناس للاسف زي ما في مصر او في اي مكان في العالم في معلومات قاطعه تتداول مع السوشيال ميديا، في معلومات بتقول اللقاحات مضره، ولكن اين البرهان؟ احنا عندنا دليل ان اللقاح دوت امن وفعال ملوش اثار جانبيه بالمره، ربما بس شويه حراره او شويه وجع في مكان الحق. مع الوضع في الاعتبار دكتور ضياء ان يعني كون ان يبقى في بعض الحراره المرتفعه ده بيحصل في تطعيمات كثيره جدا. بالظبط ده اساس التطعيمات زي اللي احنا عارفينها كلنا، بيحصل وجع وحراره والاطفال بيديهم كالبول وكده، فدي كله معروف يعني. بس طبعا هي بس ميس انفورميشن او معلومات خاطئه بيطلقوها الناس عن طريق السوشيال ميديا، وفي ناس طبعا مش عاوزين ياخدوا عاوزين يبقوا طبيعيين وهكذا، ولكن المشكله احنا في موضوع جائحه بتاثر على كل الناس، فلازم انا اتصرف بان انا اكون حريص على نفسي والاخرين، لان انا ممكن اكون حامل الفيروس واعدي ناس ثانيه تتاثر بيه وللاسف يؤدي ذلك الى وفاتها. فلازم الموضوع كله موضوع يعني مجتمع، ولازم نخرج من الازمه دي كلنا مع بعض. اللقاح امن بنسبه كبيره جدا، فقط طبعا انا حبيت اوضح ان في بعض الناس او فئات اللي هم ممنوع منهم عليهم اللقاح، زي مثلا الناس اللي عندهم حساسيه زايده، وخاصه لقاح فايزر اثبت انه ممكن يعمل حساسيه زياده عن اللزوم، حساسيه زايده ممكن استثنوا من اللقاح فايزر. في بعض الناس اللي هم عندهم امراض مناعيه كبيره زي نقص المناعه المكتسبه، ده مرض جيني، او مصابين بفيروس الاتش اي في او الايدز، دول برضه ممنوعين من اللقاح. في بعض الناس اللي هم جالهم كورونا وبيعانوا من كورونا دلوقتي في خلال مثلا ثلاث اربع، او عندهم بعد كورونا حاجه اسمها بوست كورونا سيندروم، كوفيد 19 سيندروم، دول ما ياخدوش برضو اللقاح. تقريبا النوع الرابع اللي هو الناس الحوامل، نعم. لان التجارب السريريه ما اثرت او ما دخلتش الحوامل في اللقاحات، فدول معظم الناس اللي هم المفروض ما ياخدوش لقاحات حتى الان. لكن الناس الثانيه ده اعتقد ده واجب عليها انها لازم تاخد لقاح الفتره ديت، لان احنا هدفنا نخرج من الازمه دي لايقاف هذا التفشي، لايقاف تفشي طبعا فيروس مش تفشي كورونا. بس ده ازمه نفسيه اجتماعيه مرضيه، نعم. اثرت على الاقل على 40 50% من الناس مش لاقيين شغل، اثرت على كل المطاعم، كل المسارح، كل الاماكن مغلقه، نعم. حتى المستشفيات تحت ضغط، فده لازم مسؤوليه كل واحد انه ومع نفس الوقت احب انوه، نعم. مش اللقاح بس مفروض على الناس، برضه التزام بالنظافه العامه، نعم. اذا اللقاح والاجراءات الاحترازيه يعني بالزبط. عاملان بالزبط. مهمان جدا لايقاف هذه الدائره التي لا تنتهي. دكتور ضياء وده اللي هو كامل منظمه الصحه، نعم. العالميه بالامس اشارت عشان نخرج من هذه الازمه لازم اللي هو الامرين المهمين دول اللي هو، نعم. اللقاح مع النظافه العامه ولبس، نعم. الكمامه والتباعد الاجتماعي. نعم دكتور ضياء الدين كامل استاذ الباثولوجي، شكرا جزيلا لحضرتك.